السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بعدما تم توسيع دائرة المختبرات التي تجري كشوفة فيروس كورونا لتشمل المراكز الاستشفائية الجامعية بما في ذلك الخاصة منها، تجري داخل وزارة الصحة دراسة توسيع شبكة المختبرات المعتمدة لهذا الشأن على الصعيد الوطني بهدف الرفع من قدرات المملكة في إجراء الاختبارات دون الإخلال بشروط الدقة، حيث لا يزال المغرب إلى حد الآن يعتمد على تقنية الاكتشاف الحمض النووي للفيروس. واستنادا لما أوردته المساء، فإنه مع ارتفاع عدد المختبرات المعتمدة أصبح للمغرب قدرة يومية لإجراء أزيد من 2000 اختبار، غير أنه إلى حد الآن يتم إجراءات الاختبار حسب نوعية الأهداف المعتمدة في إطار المرحلة الثانية من انتشار الوباء. وأشارت المصادر ذاتها إلا أن جميع المختبرات المعتمدة سواء على مستوى الطب المدني أو العسكري أضحت التوفر على قدرات حل كبيرة على أن يتم توزيع دائرة هذه المختبرات في إطار توزيع جغرافي يستهدف تقليص المدة الزمنية للحصول على النتائج، خاصة أن هناك مستشفيات في المناطق بعيدة تضطر إلى إرسال العينات نحو المختبرات المعتمدة. نشكركم على حسن المتابعة.